من هو عبد الباسط عبد الصمد؟ هو قارئ القرآن الكريم الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود، ويعتبر من أكثر قراء القرآن الكريم شهرة في البلاد الإسلامية، وحامل لقب الحنجرة الذهبية ولقب صوت مكة. يحظى بشهرة واسعة في كافة أنحاء العالم الإسلامي نظرا لصوته بالغ الجمال اتباعه لأسلوب فريد في قراءة القرآن الكريم. ولد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سنة 1346 هجري الموافق لسنة 1927 ميلادي في قرية المراعز التابعة لمحافظة قنا المصرية، وتتلمذ على يد الشيخ محمد الأمير، فتمكن من حفظ القرآن الكريم على يده، واستوحى من الشيخ المتقن محمد سليم حمادة علم القراءات وتعلمها. وفي سنة 1951 تمكن من دخول الإذاعة المصرية وقدم تلاوة عذبة لسورة فاطر، وحظي في السنة التالية بالتعيين في مسجد الإمام الشافعي كقارئ. في سنة 1958 انتقل إلى مسجد الإمام الحسين ليتولى الإمامة والتلاوة فيه كخلف للشيخ محمود علي البنا، وترك إرثا كبيرا من التسجيلات الصوتية بترتيل القرآن الكريم والتجويد فيه بأفضل صوت. وفي سنة 1984 اعتبر نقيب القراء المصريين الأوائل، وتمكن من طواف العالم كسفير للقرآن الكريم. نشأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وسط بيئة ملتزمة دينيا ومهتمة بالقرآن الكريم من حيث الحفظ والتجويد، فكان جده الشيخ عبد الصمد متمكنا من حفظ وتجويد القرآن الكريم مع الأحكام. ووالده الشيخ محمد عبد الصمد من أكثر قراء القرآن الكريم إجادة من حيث الحفظ والتجويد. كان الشيخ عبد البسط عبد الصمد منذ طفولته موهوبا، وما زاد من قدرته على التمتع بالمؤهلات القرآنية هي صفاته من سرعة الاستيعاب والنباهة والاهتمام بمتابعة أمور القراءة والتجويد، كما كان يمتاز بدقة تحكمه وإتقانه لمخارج الألفاظ، وأضفت عذوبة صوته على موهبته نجاحا باهرا، وقد كان يقرأ القرآن الكريم بصوت عال ليلا ونهارا. تقدم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد إلى الإذاعة المصرية سنة 1951 بناء على طلب الشيخ الضباع، والتحق بالإذاعة بعد أن أبدت لجنة الإذاعة انبهارها بأدائه القوي العالي، وذلك بعد أن استمعت لتسجيل صوتي للشيخ عبد الباسط، وتم اتخاذه كقارئ رسمي للإذاعة، وتمكن من تحقيق شهرة واسعة خلال أشهر، وانتقل إلى حي السيدة زينب في القاهرة وأقام فيه بشكل دائم. بفضل انضمامه إلى الإذاعة المصرية، توافد المواطنون في مصر إلى اقتناء أجهزة الراديو للاستماع للشيخ عبد الباسط، وأصبح صوته ينتشر في كل بيوت مصر. حاز الشيخ عبد الباسط على تكريمات وأوسمة كثيرة في حياته، وكان من بينها في سنة 1959 حاز على وسام من رئيس الوزراء السوري. في سنة 1965 منحه رئيس الحكومة الماليزية وساما. في سنة 1975 منحه الرئيس السنغالي وسام الاستحقاق. توسم في سنة 1980 بالوسام الذهبي في باكستان. انتقل الشيخ عبد الباسط إلى جوار ربه في 30 من شهر نوفمبر 1988 بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه ضمن جنازة رسمية وطنية، ويذكر أنه كان مصابا بمرض السكري والكسل الكبدي، وهما اللذان تمكنا من جسده على الرغم من التزامه بحمية غذائية خاصة بمرضى السكري، وتفشى التهاب الكبد في جسده فتدهورت صحته، وتوجه إلى لندن برحلة علاجية دامت أسبوعا واحدا، رقد فيها على سرير الشفاء بأحد مستشفياتها، وعاد إلى مصر وتوفي هناك.